اعتقد انه اتصل عليك انت وبعض اللعيبه، هل هذا كلام صحيح؟ في 88 الله يرحمه تكلم طبعا صالح، وبعدين كلم ماجد عبد الله، او كلم ماجد اعتقد وكلم صالح، المهم صالح ناداني. نعم. فقال لي انه الملك يبغاك، انا ما كنت مصدق الحقيقه. الملك فهد رحمه الله. الله يرحمه. فجيت طبعا وتكلمت طبعا من صوت، عرفت طبعا طويل العمر الله يرحمه، طالع الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. يا رب. وموت المسلمين اجمعين. فاختبصت انا. خلاص انا سمعت الصوت وعرفت انه الملك فهد. الملك فهد. فيقول يعني طبعا شدوا حيلكم وهذه مباراة مهمة، كان ضد ايران. مباراة الدوري الأربعة. وشدوا حيلكم ويعني إن شاء الله تجيبون المباراة هذه، إن شاء الله اللي بعدها تجيبونها، إن شاء الله تاخذون الكأس وتجيبون المملكة وهذا وطنكم وكذا. بعدين بعد ما خلصت المكالمة قال نادي البواب. هو يقول؟ إيه البواب قصده على الحارس، على الدعية. الدعية. يعني قايلها يمزح ولا اكيد عارف ان لا لا هو هم طبعا لا هو اكيد اللازم حقه هذه الكلام حق اللازم فرحت انا سبرنت سبرنت وين؟ سبرنت حقي اقوى من سبرنت اللي في الملعب وراح نادي الدعيه هنا هنا والله وطق على الدعيه تعال بسرعه بسرعه الملك الملك ترى الدعيه عبد الله مش محمد لا لا عبد الله عبد الله عبد الله قلت له بسرعه بسرعه هذا جاء وكلم الملك وبعدها طبعا لعبنا مباراة حقت ايران وفزنا اعتقد بالبلنتيات لا لا واحد صفر حق رفعت الاوفر نسيت يا ابو عبد العزيز الاوفر والله نسيت نسيت الاوفر انا رحت على البلنتيات الاخيره حق هدف مصبيح هدف فادي الهريفي هي هذه على كوريا بلنتيات النهائي بالضبط بس اوفر ما في احلى من كذا بس ابو عبد العزيز ليش قاعد تتنافض يعني انت واثقين من نفسكم في الملعب و عندكم امكانيات حلوه وانتم متوقعين يعني اتصال ملك يعني في ذاك الوقت هذا امر بالنسبه لكم يفترض انه يكون طبيعي يعني انه القياده يعني قريبه منكم انت تتكلم على مستوى اسيا يعني ما تتكلم على دوله الخليج يعني المكالمه كانت فخر واعتزاز في ذاك الوقت ويعني اعطانا برضو يعني دفعه معنويه كبيره جدا جت من رجل يعني خبير وملك وقائد في كاس 88 افضل لاعب في البطوله هو يوسف ثنيان ولكن في النهايه جاملوا كيم لاعب كوري رقم 16 وعطوه هي في ايام اول الفريق اللي ينهزم النهائي يعطونا احسن لاعب ولا كان افضل لاعب في البطوله يوسف ثنيان طبعا كارث البرتو طبعا ابدهائه اول مباراه ما شرك يوسف ثنيان شرك ضد سوريا محمد سويد ضد سوريا ضد سوريا وانت 2-0 محمد سويد وصالح المطلق نزل يوسف الشوط الثاني واساسي الى نهايه البطوله وهو اللي كان نجم الفريق وقتها. طيب ابو عبد العزيز كان كلهم نجوم صراحه. ابو عبد العزيز شو الفرق بين 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 احمد جميل ومحمد الخليوي؟ شلعك الله ابو عبد العزيز. جميل يسبق الصوت. احنا ترى في الديوانيه حق